كان كذا حد سأل ازاي ان انا اكتب برومت او اكتب طلب لشات جي بي تي علشان اطلع منه نتيجة اقدر استفيد منها، سواء كصانع محتوى كمسوق او لاي حاجة بشكل عام ممكن اعتمد فيها على شات جي بي تي. والاجابة هنا ان انت قدامك حلين على الاقل اللي انا اعرفه، وهو انك اول حاجة تشوف ناس تانية استخدمت برومت معين وطلعت نتيجة مرضية وانت عايز حاجة شبهها، فتاخد هذا البرومت وتستخدمه. والحاجة التانية والوجهة نظري هتبقى حلوة جدا هي انك تطلب من شات جي بي تي نفسه يكتب لك برومت. انا في الوقت الحالي شغال على فيديو وفي نفس الوقت عايز استفيد من شات جي بي تي في كتابة المقالات للمدونة الجديدة بتاعتنا، واللي بالمناسبة لو ما شفتهاش ممكن اسيب لك اللينك تحت في الوصف. المهم فانا رحت على شات جي بي تي وطلبت منه يكتب لي برومت علشان اكتب مقال، فطلبت منه حاجتين. هو عادة لما تيجي تطلب من شات جي بي تي حاجة، اهم حاجة هما حاجتين. اول حاجة هي انك تديله بعض الانفورميشن، بعض المعلومات. يعني لو انت مثلا بتطلب منه يكتب مقال فاديله معلومات شوية، انت عايز مقال عن ايه، مش مجرد عنوان وخلاص، لانك لو اديته عنوان موضوع مش واضح كفاية. تاني حاجة انك تديله instructions، بعض يعني ايه الاوامر كده اللي تساعده يطلع لك output اللي انت عايزه. يعني مثلا لو بصينا مع بعض هنا، انا برضو خليته يكتبه بالعربي عشان الدنيا تبقى واضحة، فقلت له اديني برومبت لشات جي بي تي علشان يساعدني اكتب مقال متوافق مع الاي سي او. فاول حاجه قال لي اديله العنوان، اديله عن الموضوع الرئيسي للمدونه بتاعتك، قول له الجمهور المستهدف بتاعك عشان يتكلم بطريقه مناسبه ليه. يعني لو انت مثلا بتعمل قناه يوتيوب وبدات تعمل مدونه، خش كده على اناليتكس شوف الناس اللي بتتابعك ايه مواصفاتهم، البلد مثلا اللي هم منها وبالتالي اللهجه اللي هيكتب بيها، ممكن برضو السن بتاعهم، فتقول له السن بتاعهم من الفئه الفلانيه او من السنه الفلانيه للسنه الفلانيه وهكذا. بعد كده التون، انا ما اعرفش هنا مسميها نغمه ليه بس مش مشكله. الفكره ببساطه هل انت عايز الموضوع يكون انفورماتيف رسمي، عايزه يكون يعني في تفاعل، يعني التون اللي انت شايفها مناسبه. بعد كده الكلمات الرئيسيه، لانه شات جي بي تي لو انت قلت له يجيب لك كلمات رئيسيه او يكتب بشكل عام باي كلمات رئيسيه، هو ما يعرفش الموضوع اللي انت يعني بتتكلم فيه ايه الكلمات الرئيسيه اللي الناس بتستخدمها وبتبحث عنها. فانت هنا تحتاج تستخدم كيورد بلانر او تول بشكل عام تعرفك الكلمات المفتاحيه والناس بتدور عليها قد ايه والمنافسه عامله ازاي. انا شخصيا بستخدم برنامج اسمه نيورون رايتر، لو عايز تعرف ازاي بستفيد منه وحابب شرح ليه ممكن تكتب لي تحت. وبالمناسبه برضه هو بيعتمد على الذكاء الاصطناعي وفي ادوات للكتابه جواه بشكل مباشر، لكن طبعا مش الجي بي تي 4، وبالتالي انا باجي هنا لاوبن اي اي علشان استخدم الجي بي تي 4. المهم فانت اللي محتاج تعمله تحدد الكيورد او الكلمات المفتاحيه وتديها له علشان يكتب مقال ويستخدم هذه الكلمات المفتاحيه. بعد كده الاوتلاين بتاعك، لو انت عندك يعني اوتلاين معين هو يكتب لك جواه ممتاز، لو ما كانش ممكن تطلب منه هو اللي يعمل اوتلاين وتدي له انت بعض النوت. بالنسبه للانستراكشنز مثلا، فانت ممكن تقول له خلي الانترودكشن تشد انتباه القارئ وبالتالي تخليه يكمل. من الانستراكشنز برضو تقول له انه يستخدم الكيوردز بشكل متكرر علشان المقال يرانك او يظهر في بدايه نتائج البحث. ممكن برضو تقول له اذكر امثله وكيس ستاديز وارقام والمصادر بتاعتها علشان تسهل على الشخص يفهم الموضوع ويثق في المحتوى اللي بيقراه. ممكن في الاخر برضو تقول له يطلب من القارئ ان هو ياخد اكشن معين، يشترك في كورس مثلا لو عندك، يشترك في القناه، او يعمل اكشن تاني. فهنا انت ممكن بقى تقول له ايه الكول تو اكشن اللي انت عايزه يعمله. انا مثلا استخدمت هنا الجي بي تي 3.5 وخليته يكتب لي مقال، لكن ده كان مجرد تجربه وبصراحه ما كانش افضل حاجه. لما استخدمت الجي بي تي 4 كان احسن شويه خلينا نقول، وباللغه العربيه هو مش سيء ولكن مش اقوى حاجه. وهنا برضو نصيحه، لو انت عايز تاخد منه اوتبوت تعتمد عليه الى نسبه كبيره، طبعا انت صعب تعتمد على شات جي بي تي بنسبه 100%، وكنا اتكلمنا في ده قبل كده وورينا امثله وقلنا ليه، ولكن انت ممكن تخليه قرب قوي للاوتبوت او النتيجه اللي انت عايزها واللي انت محتاجها واللي تناسبك بشكل اساسي. هدي لك مثال. مثلا انا جيت هنا اديت له بعض المواضيع اللي انا بعمل عنها محتوى، ليه؟ علشان طلبت منه برضو يبدا ان هو يذكر الفيديوهات السابقه ويذكر المقالات الثانيه اللي على المدونه، فالناس يعني مثلا تخلص المقال اللي تقراه وتروح للمقالات دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه يفهم بشكل عام او في اطار عام كده ايه الموضوعات اللي انا بكتب عنها، فيبقى عارف ان هو يكتب في اطار ده. بصراحه النتيجه ما كانتش افضل حاجه في الحياه، وبالذات ان انا هنا اديت له يعني كميه موضوعات كتيره جدا. انا ممكن اديله عدد قليل من الموضوعات واديله انستراكشنز يستخدم ده ازاي، بحيث ان هو ما يخليش الموضوع يعني محدد بشكل مش مفيد قوي ليه الشخص اللي بيقرا المقال. فخلاصه الموضوع هنا، لو انت عايز تعمل برومبت كويس جدا تطلع منه اوتبوت، اول حاجه شوف حد عمل واستخدم البرومبت ده واتعلم، خده واستخدمه وعدل عليه شويه. الحاجه الثانيه انك تدخل مع شات جي بي تي وتبدا انك تطلب منه يكتب لك، يعني يكتب لك هو البرومبت وتبدا ان انت تستخدمه. بس بشكل عام انت اهم حاجه انك تعدل في برومبت لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها.
يعني ابدأ شات جديد، اديله البرومبت، شوف النتيجة، لو ما كانش احسن حاجة عدل على البرومبت لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. طبعا انا على القناة هنا بتكلم على استخدامات لشات جي بي تي، وبدي لك البرومبت اللي انت ممكن تستخدمه وتطلع منه باوتبوت كويس، لكن طبعا انا بحاول اسخره لاستخداماتي انا اكتر، فبديهولك يعني بحاول قدر الامكان اخليه عام، بس انت تبدأ بقى تعدل عليه وتظبطه بحيث يطلع لك اوتبوت او نتيجة يعني اللي انت عايزها او المناسبه ليك. وطبعا لو عايز تعرف ازاي تستخدم شات جي بي تي في كتابه مقالات، سكريبتات يوتيوب، حاجات تانية كتير جدا زي بوستات السوشيال ميديا او كتابه اعلانات وتوصل لنتيجه قويه جدا جدا منه، فهسيب لك تحت في الرابط او في الوصف بتاع الفيديو ده روابط لفيديوهات، او هتلاقي هنا على اليمين والشمال سلسله بتكلم فيها عن استخدامات لشات جي بي تي بشكل عام والجي بي تي 4 تحديدا، هتساعدك وهتفيدك في حاجات كتير جدا في حياتك، فتأكد انك تتفرج على السلسله دي. طبعا لو كان عندك اي اسئله او طلبات موضوعات معينه حابب ان احنا نتكلم فيها اكتبها لي تحت في التعليقات، ولو الفيديو ده كان افادك وعجبك يا ريت تدعمنا بانك تعمل لايك وشير لو حد ممكن يستفيد منه، وطبعا اشترك في القناه علشان تشوف فيديوهاتنا الجديده اول باول. انا حسام الدين حسن، ودي قناه ايبرينور، القناه اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجي بشكل عام والفي ار والاي اي بشكل خاص، فلو انت مهتم بالموضوعات دي هتشرف جدا بمتابعتك.